نشاطات ترفيهية وجلسات لدعم الأطفال معنويا، هذا ما أطلقه اتحاد العمال بترعى لبدء الفعاليات الخاصة بأبناء العاملين في الدولة في النادي الاجتماعي في المدينة بهدف التنمية الاجتماعية والثقافية للأطفال. ضمن توجيهات اتحاد العاملين قوات العمال بسوريا وبرعاية كريمة من رفيق جمال قادر رئيس اتحاد العاملين قوات العمال بسوريا، وتحت الشعار بناء الأمل بخير العمل نقيم هذا المخيم الصيفي. طبعا هو حصرا لزرع البسمة والفرح لأطفالنا بشكل عام من المحافظة، علما بأن كنا نخوض معارك وضمنا في وضع غير سليم في هذه المحافظة. عم فرع درعا بعمل النشاط لأبناء العاملين خلال فترة العطلة الصيفية لزرع البسمة على وجوه الأطفال، هيك البسمة هي أجمل شيء ممكن تقدمه لطفل. عملنا طبعا جت المرأة العاملة قامت بتحضير من هذه النشاطات، نشاطات متنوعة فيها ترفيه، فيها أنشطة رياضية وألعاب رياضية، فيها سباحة، فيها حساب ذهني. أدى الأطفال عدة نشاطات من رقصات وألعاب تعتمد على الأداء الحركي والتفاعلي مع أقرانهم، فضلا عن الجلسات التعليمية والتربوية والجولات الخارجية لأداء عدد من الزيارات لأماكن تزيد من ثقتهم وانخراطهم بالمجتمع. لما أكون بهذا النشاط بحس بفرح وبنسى كل شيء هموم علي أو أنه كان حدا مزعلني، بنسى أي شيء. وشكرا كثير للاتحاد اللي هو خلانا ننبسط وخلانا نيجي على هاي الحفلة اللي عملونا إياها كأن نعمل ترفيهية لنفسنا، وشكرا كثير للمهرج لأنه لعبنا. يوم لعبنا قبل كان في سباحة وشان تبريد، اليوم مهرجانات وألعاب، نحن مستمتعين وشكرا لاتحاد العمال على هذا المهرجانات. نساوي ألعاب ونصير نلعب مع المهرج. تركت الحرب أثرها النفسي القاسي على الكثير من الأطفال، فإضافة إلى هذه النشاطات هم بحاجة أيضا لمراكز تأهيلية وتنموية لمحو آثار الحرب وتبعاتها عليهم. للإخبارية السورية مرح المقداد.